بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كرئيس نادي اليوم رانا درنا الدورة هذه الدورة الوطنية في كرة اليد تاع كل 19 سنة. المرحوم محبو حسين، المرحوم الشيخ محبو حسين اللي فعلا أعطى الكثير، بل نقولوا أعطى حياته كامل لكرة اليد. الشيخ حسين نعم الناس، نعم المربي، نعم المدرب، نعم المسير. احنا بدينا معاه صغار وكان اجيال قبلنا بداو معاه، وحتى وصل حتى الجيل هذا. العام اللي فات مسكين غادرنا يعني بوباء كورونا، كان من بين الناس اللي انضموا دورات سابقه ومع النادي هذا، واليوم احنا رانا ننضموا في اول دوره تحمل الاسم تاعو. مهما فعلنا وشي اللي نديروا له ما نقدروش نطلبوا الخير تاعو، لانه فعلا انسان ربى اجيال وصوفى اجيال، صوفى ناس. ربي يرحمه ويجعله في جنة، العائلة تاعو راهي حاضرة معنا، الأحباء تاعو راهم حاضرين معنا. الدورة الوطنية هذه درناها وطنية، علاش؟ لأنه جمعت فرق من راح تجمع عدة فرق من مختلف مناطق الوطن، من الصحراء غردايا، من الغرب وهران، من الوسط الجزائر العاصمة، يعني جاية تيزي كل هذه الفرق رايحين جايين اليوم باش يحييوا هذه التظاهرة الرياضية، يعني ذكرى لذكرى المرحوم الشيخ حسين. نشكركم انتم صفحه الشبيبه الرياضيه، نشكركم انت خصيصا الاخ مصطفى على هذا تلبيس الدعوه تجي معنا وتغطيت التظاهره هذه. نشكر شكرا جزيلا، وان شاء الله مازال الخير قدام. تحيه الرياضه الججليه وتحيه كره اليد، وان شاء الله مازال الخير قدام ان شاء الله. السلام عليكم، انا بياس سيف سيسكا، اخ الاكبر تاع المرحوم محبو حسين. نشكر لاسامجي على تنظيم هذه المبادره الحسنه، ونشكر جميع المنظمين، وان شاء الله تنجح هذه الدوره. ما هي كلمه على المرحوم حسين؟ غني عن التعبير قدام قلوب، قدمنا بزاف الكرة اليد الججلية، كان يخدم مجاني بدون مقابل، نشكره وشد يخدمه له كل العام. ومع الأخير نشكر فريق شبيبة الججلية على تغطية هذه الدور، وشكرا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نادي الوفاق الرياضي جيجل تحت رعاية الشباب والرياضة ينظم الدورة الوطنية لكرة اليد. المرحوم محبو حسين عميد العمل التطوعي في كرة اليد مربي الأجيال فئة أقل من 19 سنة، على مدار 3 أيام 17-18-19-2022. أولا أرحب جميع الضيوف، ونبدا الترحيب تاعنا بعائلة المرحوم. عائلة المرحوم نشكركم على تلبية الدعوة، هذا شرف لنا. الشيخ حسين هو اللي ربانا، هو اللي كبر، هو اللي تخلى كرة اليد خيره. مهما نفعل والله مهما ندير ومهما ننظم، وحتى وكان نكون التظاهرة هذه خير شيء علينا، ما نقدروش نرفضوا. فضل الشيخ كبير علينا، فضل كبير، وعمره ما كان لا في كرة اليد، عمره ما كان لا للرياضة.
ضيوفنا الفريق الاول هو الفريق المنظم نادي الوفاق الرياضي لمدينة جيجل. هذا الشباب
قدر الله ما شاء فعل. هو المكمل لكل شيء. فرحنا على الشيخ وسيم رحمه الله كما عميد متطوعين في مدينة جيجل. ما محنا الكبار عليه وينوزار ديفو سيبا لك في العمل التطوعي. أنا كون دي حسين محبوح يقولون هم قالوا تاع جيجل. حسين كان مع توت لي جينيراس على بالك نهض في جيجل بالك سندريون تاع الاسبور جيجل دي محبوح اش بي سي هون بال هادو كنا متفاهمين عليها. حسين في البريمير ليكيب شكروه كان كادي ولا جينيور لعب مع البيبي في لي زاني 80 ترينر حسين كان رونبول دي جوار. حسين في لي زاني 90 كي ولينا لا سيكسيون سي ار بي جي كان حسين مازال ديريجون شافي دي ماريلا اللي افيريا مي حسين سيتي لا موتيفاسيون ما كريي لو سي ار بي جي. حسين سيتي لو ستراتيج نتاع لا كرياسيون الور كي لي لي دون لو تكنيك هكذيك كان يعاون في لادمينستراسيون كان يعاون زناد هو يموتيفينا كيش ما نحبسوش اون طون كو ديريجون كان يجبد نجيب كان يهابي ما جامي ما جامي دوموندي شي حاجه سي دو بينيفيك كي كان حياته الهضبه حياته الهضبه وحياته تربيه الاجيال ربي يرحمه. Bonjour, petit.